السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم على أثير هذه الإذاعة المباركة أن يجمعنا وإياكم قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي منى ومزدلفة، وأن يجمعنا جل علاه يوم القيامة في الفردوس الأعلى بصحبة خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المكرمين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، نجدد الترحاب بكم إلى هذا اللقاء المبارك. هذه الأيام المباركة نستعد من خلالها لاستقبال شهر فضيل، إنه شهر رمضان الأكرم، ونتحدث عن خطوات لاستقبال هذا الشهر المكرم، وذلك بأن نتعرف عن فضائله وعن شرف مكانته، لأن هذه المعرفة تجعلنا نقدره حق قدره ونغتنمه بأحسن ما يكون. فرمضان هو شهر المغفرة وشهر الرحمة، وفيه تعتق الرقاب، وربنا يغفر فيه الذنوب وترفع فيه الدرجات. لهذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعد مبكرا لاستقبال رمضان، ويذكر صحابته بذلك لاستنهاض الهمم. كان صلى الله عليه وسلم ينتظر رمضان منذ بزوغ فجر رجب، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: قد أهلكم شهر مبارك. كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وهذا أيام قبل أن يبزغ فجر رمضان الأكرم، استعدادا للاستقبال لهذا الشهر الفضيل. وإذا ظهر هذا الشهر وبزغ هلاله كان يقول: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. كل هذا تهيئ نفسي لكي نستعد لحسن الاستقبال ولكي نصوم صياما صحيحا بإذن الله. طبعا بزوغ فجر رمضان يكون بمراقبة الهلال، وبقيت أيام معدودات إن شاء الله عز وجل لكي نتشرف برؤيته. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فقد يكون الشهر ناقص وقد يكون كامل، فإذا وقعت لنا الغمة نكمل العدة 30 يوما. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى هلال رمضان يفرح ويسعد ويقول: آتاكم رمضان سيد الشهور، فمرحبا به وأهلا، مرحبا به وأهلا. إنه يعبر عن فرحته
ويعبر عن سعادته بهذا الشهر المبارك. مما يرويه الصحابة رضي الله عنهم، كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أوشك رمضان يقول: آتاكم رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه بالرحمة، ويحط فيه الخطايا، ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه، ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله سبحانه وتعالى من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. بهذه التوجيهات النورانية النبوية يشحد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الهمم. آتاكم رمضان، ورمضان هو ليس كائن حي، بل هو مخلوق من مخلوقات الله تعالى، فربنا هو الذي يسيره، فيقول آتاكم، وكأنه جاء لكي يعانقكم، فافتحوا أبوابكم، وافتحوا أيديكم، وافتحوا قلوبكم لاستقبال هذا الشهر الفضيل. إنه شهر بركة، تكثر فيه البركة، تكثر فيه الأرزاق، ويخشاكم الله فتتنزل فيه الملائكة. الله يكون كريم في رمضان، ينزل الرحمات وينزل البركات، بل وإنه يحط الخطايا، جميع الذنوب والخطايا والسيئات التي كنا قد قمنا بها فيما سلف، فإن الله عز وجل يمحوها بمجرد أن نعقد النية ونعزم على صيام هذا الشهر صياما لمرضاة الله تعالى، ويستجيب فيه الدعاء. الله تعالى يفتح أبواب السماء فيكون الدعاء مستجابا، كل ما دعا به المؤمن ربنا لا يرد دعاءه. ربنا أخذ عهدا على نفسه أنه في رمضان يكون قد فتح أبواب الإجابة لعباده المؤمنين. ثم الله تعالى ينظر في العباد هل يتنفسون في الخيرات، إذا وجدهم يتنفسون في الخيرات بالنهار صيام وبالليل قيام وبينهما تلاوة قرآن وصدقات وقربات وإمساك عن الفحش وعن السب والشتم، كل هذه الخيرات الله تعالى ينظر إلى تنفس الناس فيها فيباهي بنا الملائكة في السماء. لهذا كان سيدنا النبي يقول: أروا من أنفسكم خيرا، أروا الله من أنفسكم خيرا، يعني كل واحد منا يحرص على أن يفعل أعمال صالحة يحبها المولى جل جلاله ويباهي به الملائكة. تأكد أيها المسلم أيتها المسلمة، في رمضان الله تعالى يباهي بك الملائكة، فكن على قدر هذه هذا المقام العظيم الذي وضعك فيه المولى عز وجل. من هو الشقي؟ قال: الشقي من حرم فيه رحمة الله. الشقي هو من يقضي رمضان في أمور تافهة، يقضيها في أشياء ليس فيها منفعة لا دينية ولا دنيوية، سهر وليالي حمراء وقيل وقال وتفاهات، وربما يدخل في عراق وخصام، هذا يسمى شقي، ضيع فضل هذا الشهر الفضيل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحفزنا ويذكر بأن الله عز وجل يأمر الجنة لكي تستعد لاستقبال زوارها. كان يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن، ونادى مناد من قبل الله: يا باخي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا كله من فضائل هذا الشهر الفضيل. فماذا علينا أن نفعل أيها الأحباب؟ وصايا عامة لكي نستقبل هذا الشهر بما يليق به من شرف ومكانة وقداسة. أول شيء علينا من الآن أن نجدد النية، النية الصادقة والعزيمة الجادة بأننا سوف نسير خلال هذا الشهر الفضيل على طاعة الرحمن، ونكون صادقين مع الله، لأن الله مع الصادقين. قد يكون عندنا نوع من الوساوس، أو عندنا نوع من الخطايا
علينا أن نتجرد عن كل ذلك ونجدد النية مع الله عز وجل، ثم بعد ذلك نجدد التوبة. فقد يكون الواحد منا مبتلى، هناك من هو مبتلى بعدم غض البصر، هناك من هو مبتلى بإطلاق لسانه بالغيبة والنميمة، هناك من يدخن، هناك من يشرب خمر، هناك من يتعامل بالحرام أشكال وألوان، هناك من قاطع للرحم. جميع هذه الأصناف علينا أن نتخذ عهدا مع الله بأن نجدد التوبة، وأننا نبدأ عهدا جديدا، نبتعد عن الذنوب والمعاصي، ونسعى إلى مرضاة الله سبحانه. كذلك أيها الأحباب الكرام، لكي نصل إلى هذا المقام علينا بقراءة سير الصالحين وسير سلفنا الصالح. فتاريخ الإسلام مليء بحكايات عن العباد والزهاد وعن الصائمين وعن القائمين وعن الصالحين الذين عرفوا قيمة العبادة ومنزلة التدين، وكانوا في رمضان لهم حالات عظيمة تقربهم إلى المولى. علينا أن نكثر من قراءة والتعرف على سير الصالحين والمقربين إلى الرحمن، وإن شاء الله في الحلقات المقبلة نتحدث عن سير كثير من رجال ونساء. كذلك أيها الأحباب الكرام، علينا أن نبحث عن البيئة الصالحة، لأن الإنسان ابن بيئته، فمن كان في بيئة موبوءة فيها خطايا، فيها ذنوب، فيها أصدقاء سوء يقضون ليالي رمضان في القيل والقال وفي بعض المحرمات وبعض السلوكات والآداب الغير لائقة، فهذا سيضيع رمضان ويكون شقيا. فعلينا أن نبحث من الآن عن البيئة الصالحة، بيئة فيها نتجمع على ذكر الله، نتجمع على مدرسة القرآن، نتجمع على العلم النافع وعلى أي خير يقرب إلى المولى سبحانه وتعالى، ونجعل بيوتنا كذلك، حتى بيوتنا، حتى وسائل التواصل الاجتماعي وحتى التلفاز والمذياع، نختار ما فيه فائدة. هناك الغث وهناك السمين، فنتخلص من الغث ونبحث عن السمين الذي فيه منفعة. هذا كله يدخل في مجال البيئة الصالحة. ثم علينا أيها الأحباب الكرام أن نجتهد في فقه أحكام الصيام، نتعرف ونتعلم أحكام فقه الصيام لكي يكون صيامنا صحيح. نتعرف عن الواجبات وعن المستحبات وعن المكروهات وعن المحرمات وعن السنن والآداب، وهذا كله ميسر. ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى يكون صيامنا صحيحا. وإن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن هذه الأحكام، فيها فائدة كبيرة بإذن الله في الحلقات المقبلة بإذن الله الواحد الأحد. أيها الأحباب الكرام، ورمضان قد أوشك على أن يهل علينا، فرمضان هو مكفر للذنوب، رمضان هو سبب لدخول الجنة، رمضان هو سبب للنجاة من النار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان يبدأ بإلقاء خطب ومواعظ وتوجيهات كثيرة لصحابته قبل هذا البزوغ فجره لكي يستعدوا لاستقباله. من ذلك مثلا ما ورد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر شعبان فقال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر، فرض الله صيامه وجعل قيامه تطوعا، من أدى فيه فريضة كمن أعتق رقبة وكمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان كمن أعتق رقبة، وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به صائم. قال: يعطي الله تعالى هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن،
وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا نموذج لخطبة نبوية شريفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقيها على صحابته. أيها الناس، يخاطب الجميع، قد أضلكم شهر عظيم، لأن رمضان حتى السحب وحتى فضاء السماء يكون فيه رحمة ويكون نور. أضلكم فيه رحمة الله، وكأن رحمة الله تضلنا. أضلكم شهر عظيم مبارك. لماذا هذا الشهر مبارك؟ لأن فيه ليلة القدر، الليلة المعظمة، أعظم ليلة في السنة، التي هي ذات قدر عظيم، وبين بأن خير من ألف شهر. ربنا هو الذي فرض فيه الصيام، الصيام كان مفروضا، وجعل القيام تطوعا من أراد أن يقوم به. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أدى فريضة في رمضان، فريضة واحدة، إما صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، كل فريضة تعدل عتق رقبة مؤمنة. وهذا الفضل لا يكون في بقية شهور السنة. في رمضان كل فريضة تؤديها في وقتها مع الجماعة، وبوضوئها وخشوعها وركوعها وقراءتها، تكون لك كمن أعتق رقبة مؤمنة. ثم إن كل عمل صالح في رمضان يضرب في 70. الله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالها. في رمضان كل حسنة في رمضان تضرب في 70، كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر فيه رزق وفير وخير كثير، وهذا مشاهد. الآن هناك الأسواق تستعد، رجال التجارة والاقتصاد والمال يجتهدون في إيجاد السلع، والناس يتهيئون للتبضع. جميع أنواع السلع من الأغذية ومن الأشربة ومن الألبسة، وربنا قد بشر فقال هذا الشهر يزداد فيه رزق المؤمن. ثم أمرنا بأن نجتهد أيضا في العطاء. لابد أن هناك فقراء وهناك أغنياء، وعلينا أن نجتهد في العطاء كيفما كنا. الجود يكون من الموجود، الكل يعطي، وكلما أعطيت أعطاك المولى جل جلاله. لهذا قال النبي الكريم عن رمضان هو شهر المواساة، أي شهر التكافل، شهر التضامن، شهر التراحم، فيه المواساة. بعض الصحابة وكانوا فقراء من أهل الصفة قالوا يا رسول الله هذا فضل عظيم، لكن نحن فقراء، ليس كل منا يجد ما يطعم به الصائم، ما عندنا، نحن فقراء. قال ربنا يعطي هذا الأجر لكل من فطر صائم ولو على تمرة واحدة، عندك أجر عظيم، أو على مذقة لبن، كأس لبن أو حليب، أو على قطعة خبز، يعني كل شيء أعطيته فيه فضل. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ثم بشر النبي الكريم بأن هذا الشهر فيه مراحل، أوله رحمة، أوسطه مغفرة، آخره عتق من النار. 10 أيام الأولى ربنا يتجلى فيها بالرحمات، 10 أيام الثانية ربنا يغفر فيها الذنوب والسيئات، 10 الأواخر ربنا يعتق الرقاب من النيران. فرمضان أيها الأحباب الكرام مناسبة لكي يكفر المولى عز وجل جميع ذنوبنا وجميع خطايانا. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. ربنا يعطينا مواسم للمغفرة، الصلوات الخمس بين صلاة وصلاة ربي يغفر، بين جمعة وجمعة ربي يغفر، بين رمضان ورمضان ربنا يغفر كل شيء طبعا إلا الكبائر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا لكي نحرص على أن لا نضيع رمضان، فكان يقول مرة كان في المسجد فصعد إلى المنبر فشخص ببصره وقال آمين، ثم صعد الدرج الثاني وقال آمين، ثم صعد الدرج الثالث وقال آمين. فقيل له يا رسول الله تقول آمين عند كل درج وتشخص ببصرك،
ما الذي وقع لك؟ قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، من ضيع رمضان وأدركه ولم يغفر له فأبعده الله فلا غفر الله له، فقلت آمين. وفي الدرج الثاني قال يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فأبعده الله فلا غفر الله له، فقلت آمين. وفي الدرج الثالث قال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله فلا غفر الله له، فقلت آمين. فالشاهد عندنا أيها الأحباب الكرام أن رمضان هو مناسبة لمغفرة الذنوب والخطايا وللنجاة من النار ولدخول الجنة، فمن ضيعها ضيع الكثير. يكفي أن رمضان يشفع للمؤمنين والمؤمنات يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصوم أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه فيشفع، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. تصور رمضان يكون بالنهار صيام وبالليل قيام وتلاوة قرآن، عندك شفيعين عظيمين، أنت في تأمين خالص، هذا هو التأمين الحقيقي، أنك إذا فارقت الحياة الدنيا وكنت صائما في رمضان وكنت ممن تتلو القرآن فإنك تضمن عندك شفاعة، شفاعة القرآن وشفاعة الصيام، إضافة إلى شفاعة سيدنا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحق من يشفع له أكثرهم عليه صلاة في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن من صام يوما واحد في رمضان بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 خريفا، بل وإذا صام يوما واحد في سبيل الله بعد الله تعالى وجهه عن جهنم مسيرة 100 عام، يعني بعدا عظيما عن النار، فهناك بشارة بالجنة للصائمين وللقائمين. والنبي الكريم من عادته كان دوما يبشر بهذا النعيم، نعيم الجنة، فيقول إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمين فيقومون فيدخلون ثم يغلق الباب فلا يدخل أحد بعدهم. باب الريان خاص بالصائمين في الجنة، الجنة تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها. ويعطي ربنا هذا الكرم للصائمين، لماذا؟ لأن الصيام هو الذي فيه الإخلاص، نتعلم في الصيام الإخلاص، تكون في بيتك تغلق عليك بابك وأنت جائع وعطشان ولا تستطيع أن تمد يدك إلى طعام، الله يرانا، الله يسمعنا، الله معي، الله يحاسبني، فتشعر بمعية الله وتتعلم الإخلاص. لهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشربه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلف من الصائم أطيب عند الله من المسك، هكذا يبشر ربنا سبحانه نعمه على الصائمين. كل عمل من أعمال البشر قد يدخله الرياء، نصلي قد نحسن صلاتنا ليقال ما أروعها، قد ندب للحج ويدخل علينا الرياء في الحج، يدخل علينا الرياء في العمرة، يدخل علينا الرياء في الإحسان في الصدقة، حتى في الجهاد يدخل هناك الرياء، حتى في تلاوة القرآن قد يدخل هناك الرياء، حب الظهور بين الناس. إلا الصوم، الصوم ما في رياء، لأنك تصوم ولا أحد يدري هل أنت صائم أم مفطر، الأمر بينك وبين الخالق. لهذا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأن الصائم ترك شهوته وطعامه وشرابه وكل احتياجات النفس والجسد تركها من أجلي، تركها من أجلي، يعني حب الله ومعية الله. لهذا بشر فقال للصائم فرحتان، الله وعد أن يعطينا الفرحة في رمضان، استعدوا أيها الأحباب الكرام، الله تعالى يوزع الفرحة والسرور والحبور
والطمأنينة والسكينة في رمضان بوفرة يوفرها الله تعالى ويوزع على عباده. للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره، وقت الإفطار تحمد ربك أنك قد قضيت اليوم في الصيام وفي الطاعة، والآن مأدوب الطعام شهية يا مرحبا، فرحة عظيمة مع العائلة والأحباب وتخلصنا من عناء وتعب اليوم. وفرحة أخرى عند لقاء ربه، المؤمن يفرح فرحة عظيمة جدا للقاء الله وفي رصيده صيام رمضانات كثيرة، يفرح بهذا النعيم، يفرح المؤمنون بلقاء الله. قد يقول قائل بأن الصائم وهو مفطر فمه فيه خلوف، فيه رائحة كريهة، ربنا قال بأن هذا الخلوف في فم الصائم أطيب عند الله من المسك، حتى قيل بأن تهب على أهل الجنة ريح طيبة فيقولون ربنا ما أطيب هذه الريح، ريح طيبة تهب في الجنة، فيقول الله عز وجل ريح أفواه الصائمين أطيب من هذه الريح، ريح أفواه الصائمين أطيب من هذه الريح. اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين الذاكرين، اللهم آمين يا رب يا كريم. أيها الأحباب الكرام، ونحن نستعد لاستقبال رمضان الأكرم، لعلنا نتساءل ما هي الأعمال الصالحة التي يجب فعلها في شهر رمضان. هذا الشهر أيها الأحباب هو شهر الخير، شهر البركة، شهر تتضاعف فيه الحسنات، لهذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الأعمال الصالحة، وأولها أن نحرص على الصيام، فالصيام هو عبادة وطهرة في لقاء الله عز وجل. الصيام أيها الأحباب الكرام نتعلم من خلاله نترك كل احتياجات الجسد من طعام ومن شراب ومن شهوة، نتخلص من الرغبات الجسدية ونجعل أرواحنا ونجعل نفوسنا تشرق، وربنا يفرح بصيامنا، فكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ووعدنا ربنا بأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فصيام رمضان إيمانا واحتسابا يغفر الله عز وجل لكل الذنوب. لماذا؟ لأن الله تعالى قد كتب علينا الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فترة قصيرة جدا نصومها ولكن سوف نفوز فوزا عظيما، لعلكم تتقون. الغاية من الصيام هي التقوى، تحصيل التقوى، والتقوى معناها القرب من الجليل. بالإضافة إلى الصيام علينا أن نحرص أيها الأحباب الكرام على الصلاة، لأن الصلاة عماد الدين وبها نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. أركان الإسلام أولها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والركن الثاني هو إقامة الصلاة، فعلينا أن نصلي. هناك بعض الناس يتهاون في صلاتهم في الأيام العادية، وعليهم إذا جاء رمضان وأهل أن يعقدوا عزيمتهم ليحافظوا على الصلاة في وقتها مع الجماعة بخشوعها ووضوعها وركعها وسجودها وطمأنينتها. الصلاة أيها الأحباب الكرام، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. طبعا بعد أن نؤدي الفرائض يستحب في رمضان أن نكثر من النوافل، لأن النوافل تقربنا أكثر من الله جل جلاله، وربنا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاد بي لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. كذلك أيها الأحباب الكرام، في رمضان علينا أن نستعد للقيام، النهار هناك صيام والليل هناك قيام،
فربنا عز وجل فرض علينا صيام رمضان، والنبي الكريم سن لنا قيامه وأخبرنا بأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان إيمان واحتساب، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا الأمر يتحقق ولو بركعتين كل ليلة، ولو ركعتين كل ليلة. والسنة النبوية كما تروي أمنا عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة. هذا ما يسمى بسنة النبي وهدي النبي الكريم في رمضان، كل ليلة يصلي 10 ويختم بواحدة وترا، ويسلم عند كل 2. وعباد الرحمن معروفون بأنهم يكثرون من القيام، وربنا أثنى عليهم في كتابه العزيز وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. من صفات عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقياما. وأثنى الله على تعالى عن الصالحين أنهم ليلهم لا ينامون كثير، ليلهم مليء بالذكر، مليء بالصلاة، مليء بالعبادة. وقد قال ربنا عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كذلك أيها الأحباب الكرام، من الأعمال التي ينبغي أن نقوم بها في رمضان الإكثار والاجتهاد في تلاوة القرآن، فالقرآن الكريم هو كلام رب العالمين، ونحن نصوم رمضان لماذا؟ لأن فيه القيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فلنحرص على أن نقتني المصحف الشريف ويكون صديقنا ويكون حبيبنا ويكون قريبنا، ونقرأه يوميا بخشوع وتدبر. وحبذا أن نأخذ كتاب تفسير لكي نفهم معاني القرآن الكريم صباح مساء، أن نحافظ على الورد القرآني. الورد مثل البهيمة تريد الماء فتصح، كذلك المؤمن عنده ورد قرآني يسقيه المولى من كلامه جل جلاله. ثم نحرص أيها الأحباب الكرام على الصدقة في رمضان، فالصدقات في رمضان نعمة عظيمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أفضل الصدقة في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان من الريح المرسلة. وبشرنا بأن من فطر صائما كان له مثل الأجر، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. كذلك أيها الأحباب الكرام، من الأعمال الطيبة التي ينبغي أن نحافظ عليها في رمضان سنة الاعتكاف، فالنبي الكريم سن لنا اعتكاف في رمضان، وهو أنك تتخلص من كل أسباب الحياة الدنيوية وتخلو مع ربك وكأنك في غار حراء، تدعو الله تعالى، تعبده، تشكره وتناجيه، وتنقطع عن الخلق، عن العمل، عن التجارة، عن الأولاد، عن الزوجة، عن الأهل، عن الأحباب، وتبقى مع ربك. الاعتكاف وقد يتحقق ولو بين صلاتين، بين الظهر إلى العصر أو بين المغرب إلى العشاء، وقد يكون النهار كله، وقد يكون 10 أيام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف 10 أيام من كل شهر، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. أيضا الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نحافظ عليها في رمضان العمرة، فالعمرة في رمضان نعمة كبيرة، من وفقه الله ويسر له لأداء هذه العبادة في رمضان كان من الموفقين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا لا يسقط حجة الإسلام، فحجة الإسلام فريضة لمن استطاع إليها سبيلا، لكن العمرة في رمضان فيها فضل كبير، تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور الطيبة التي ينبغي أن نحافظ عليها في رمضان تحري ليلة القدر، ومعلوم كما ذكرنا بأن في رمضان
أعظم ليلة في السنة، ليلة القدر خير من ألف شهر، نغتنمها بالصيام والقيام والعمل الصالح. وسيدنا النبي كان إذا أقبلت أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليلة. فهذه جملة من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نحافظ عليها في رمضان. أحبابنا الكرام، ونحن نستقبل هذا الشهر الفضيل وهو على الأبواب، ونعلم بأن الظرفية التي تعيشها بلادنا والعالم بأسره جراء جائحة الكورونا، وهناك ظاهرة شاعت بين الناس، حالة من الاحتياج. هناك فقراء، هناك محتاجين، هناك أيتام، هناك أرامل، هناك من توقف عن العمل، هناك من لا مورد لهم. فرمضان هو شهر المواساة وشهر الرحمة، ومن فطر فيه صائم له أجر عظيم، ومن أعطى عطاء وصدقات وقربت في رمضان ربنا وعد بأن يعطيه خيرا كثير. فهذا الشهر يستحب فيه الصدقات والإكثار منها على اختلاف أنواعها. قد تكون الصدقة عبارة عن مال، قد تكون عبارة عن مواد غذائية كقفة رمضان، قد تكون عبارة عن أدوية لبعض المرضى والمحتاجين، قد تكون هذه الصدقة أداء ثمن فاتورات الماء والكهرباء، أو أداء ثمن الكراء. فالإنسان يبحث عن الفقراء والمساكين ما أكثرهم في كل مكان، وليحرص في رمضان أن يعطي ويتصدق، حتى إن بعض الصالحين يؤخرون زكاة أموالهم إلى رمضان ويخرجونها في أواخر شعبان. في مثل هذه الأيام يخرجون زكاة أموالهم، يبحثون عن الفقراء وعن المساكين وعن المحتاجين ويوسعون عليهم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالأجر الوفير، فقال: أفضل الصدقة في رمضان. الصدقة فيها فاضل ومفضول. فالفاضل طيلة السنة الصدقة عظيمة، لكن في رمضان فاضلة، هنا في غيرها من رمضان مفضولة، وفي رمضان فاضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجودة والعطاء، فهو كان أجود الناس في كل حين في كل شهر. سيدنا النبي كان كريم، مرة امتلك ثروة كبيرة، وادي من الغنم، فلقيه أعرابي وقال: لمن هذا الغنم؟ قيل: لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي الكريم: هل أعجبك؟ قال: نعم. قال: خذه فهو لك. فساقه الأعرابي وهو فرحان، وذهب إلى قبيلته وقال: أيها الناس، هناك في المدينة رجل يقول بأنه نبي، وإنه ينفق ولا يخشى الفقر. فإذا بالقبيلة كلها تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم، لأن العطاء وتأليف القلوب على الخير ربنا يفتح به بوادر الإيمان. لهذا سيدنا النبي كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، كان معطاء ولا يخشى الفقر، لأنه يعلم بأن الرزق بيد الله، وأن الله تعالى وعد بأن من أعطى ربنا يخلف عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وخلفته بالأضعاف المضاعفة. من أنفق درهم في سبيل الله ربنا يعطيه 10 إلى 100 إلى 1000 إلى ما لا نهاية. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وأيضا أيها الأحباب الكرام، أن من فطر الصائم له أجر عظيم مثل أجره. إذا فطرت صائم لك مثل أجره. فإذا فطرت صائم واحد طيلة رمضان كأنك صمت شهرين متتابعين، وإذا فطرت 3 صائمين في رمضان كأنك صمت 3 أشهر متتابعة زائد شهرك أنت هو الرابع. وإذا كان هناك 10 أو 100 فقير أطعمته وسقيته، فإنك تأتي يوم القيامة بشهور كثيرة من رمضانات، وأنت في الأصل صمت رمضان واحد في السنة، لكن بقدر عطائك ربنا يكتب لك بأنك صمت كثيرا.
لهذا هناك الكثير من أهل الصلاح والفلاح يتنافسون في الخير في هذه الأيام ويعدون قفف رمضان. هناك من يعدها بنفسه، هناك ربات بيوت في بيوتهم تشتري المواد الغذائية وتعدها في بيتها مع صديقاتها، ثم يذهبون إلى البيوت الفقيرة ويوزعونها. وهناك رجال أعمال يبحثون عن جمعيات لها مصداقية ويطلبون منهم أن يقتنوا هذه المواد الغذائية وتوزيع على الفقراء والمساكين. فعلينا جميعا أن نجتهد أيها الأحباب الكرام في العطاء، لا نحرص على الأخذ، نحرص على العطاء، لأن الأخذ ما فيه فضل، ولكن الفضل في العطاء. وحتى في العطاء هناك الإكرام، ما يسمى بالإكرام، أن الإنسان يعقد موائد إفطار ويدعى لها حتى غير الفقراء، أصدقاء، عائلة، جيران، أحباب، زملاء في العمل، لتأليف القلوب. فبين الفينة والأخرى نعقد إفطارا جماعيا نجمع فيه العائلة والأحباب، فيه أجر وتواب عند الله تعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيه من إنفاق كثير، هو أيضا كان يدعى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى بيت وأفطر كان يقول لهم في الدعاء: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم الملائكة. هذا دعاء لابد أن نحفظه. إذا دخلنا إلى بيت وأكلنا وشربنا، حينما ننصرف نقول لهم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم الملائكة. وفي رواية: وصلت عليكم الملائكة. وإذا أكلنا وشربنا لابد أن نشكر، فإن الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. أيضا أيها الأحباب الكرام، كل من يعمل عمل صالح في هذا الشهر الفضيل له أجر وتواب كبير. فالساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الليل الصائم النهار. فعلينا أن نجتهد في الصدقات، فالصدقة تطفئ غضب الله. الصدقة كما يطفئ الماء النار، تطفئ غضب الله. إذا كنت قد عملت جرما أو خطيئة وتنظر بأن الله قد غضب عليك، ممكن أنك تقوم بالصدقة فهي تطفئ غضب الرحمن كما يطفئ الماء النار. والصدقة تزيد البركة في المال، فمن أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله بورك له فيها، بورك له فيها، أي كثرت بركتها. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما نقصت صدقة من مال. أيضا الصدقة أيها الأحباب الكرام فيها شفاء للمرضى. إذا كنت أنت مريض، أو عندك في بيتك مريض، زوجتك، أولادك، أمك، أبوك، أحبابك، تصدق. والنبي الكريم كان يقول: داووا مرضاكم بالصدقات. وخير الصدقات في رمضان الأكرم للفقراء المساكين الصائمين الراكعين. ثم إنها الصدقة تقيك من ميتة السوء. هناك الميتة الطيبة، هناك من يموت وهو بين أهله وأحبابه يقرؤون القرآن ويحملون جثمانه في موكب جنائزي مبارك. وهناك الله يحفظنا وإياكم من يكون عنده ميتة سوء، مات بميتة خبيثة والعياذ بالله. فالصدقة تقيك ميتة السوء. ثم إذا مات العبد والصدقة تدافع عنه في قبره وتحميه من ملائكة العذاب، تقول الصدقة: يا ملكة العذاب، ابتعدوا عن هذا الميت، فإنه كان في الدنيا متصدقا قيد حياته. فعندنا أباء وأمهات وعائلة قد ماتوا، نتذكرهم ونتصدق عليهم رحمة ونورا. فإذا تصدقت على أبويك أو على ميتك من أقاربك فإنه في قبره يكون منعما. فاللهم تقبل منا أجمعين. أيها الأحباب الكرام، ونحن أوشكنا أن نستقبل الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم، هو شهر الأخلاق وشهر القيم وشهر السلوك والأداب العامة. فعلينا أن نكون مثاليين في أخلاقنا. لا قيمة للصيام، ولا قيمة للقيام، ولا قيمة لقراءة القرآن، ولا قيمة للاعتكاف، ولا قيمة للصدقة والإحسان ما لم يكن له ثمرة. ما هي الثمرة؟ ثمرة كل هذه الأعمال الصالحة هي الأخلاق الحسنة.
فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. المفروض أن المجتمع الإسلامي مجتمع الفضيلة، مجتمع الصلاح، مجتمع الخير، مجتمع السلم، التعايش، المحبة والوئام والتسامح. هذا ما ينبغي أن يكون ثمرة صيامنا وقيامنا وصدقاتنا. لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلم بأن في رمضان سيقع هناك مشاكسة، وقد يكون هناك غضب، وقد يكون هناك احتقان، ازدحام في الطرقات، ويكون هناك منافسة بين التجار، ويكون هناك تسابق بين الناس واحتكاك، فقد يكون هناك نوع من الانفلات في الغضب. لهذا نبغنا وأرشدنا معلم البشرية سيد المرسلين وإمام الأنبياء والأتقياء، ماذا قال؟ قال: الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. هذا توجيه نبوي شريف لكل الصائمين. الصيام جنة. ما معنى جنة؟ يعني وقاية. المفروض أنني ملقح وأنا صائم، استطعت أن أمسك شهوتي ورغباتي، وأيضا علي أن أمسك انفعالاتي وغضبي، فعلي أن أكون مسالم وألجأ إلى الحوار وألجأ إلى الأخذ والرد مع الآخرين بالتي أحسن. فإذا كان صوم يوم أحدكم إياكم فلا يرفث ولا يفسق. الرفث هو مقدمة الجماع، كان ينظر بعينيه في الشارع العام، ينظر إلى امرأة حسناء، أو امرأة تنظر إلى رجل وسيم، أو في التلفاز، أو في مجلات أو غير ذلك. هذا الرفث مقدمة الجماع، نتجنبه. والفسوق هو العصيان، أن الإنسان إذا خاصم فجر، أنه يقول كلام يزبد ويرعد ويبرق، هذا كله فسق في الجدال. ولا يجهل، يعني حينما يتخاصم يقول كلاما فاحشا جارحا، إياك أن تجهل. فإن سبك أحد سبك أو شتمك، ماذا عليك أن تفعل؟ هل تعطيه الكيل مكيالين؟ لا، تقول: إني امرؤ صائم، أنا صائم. أيضا أيها الأحباب الكرام، خصوصا في رمضان علينا أن نبتعد عن شهادة الزور. شهادة الزور للأسف تكون عند المحاكم، الناس يشهدون زورا، يغيرون الحقائق لمصلحة ومنفعة، تكون في الأسواق العامة، حتى عند تجار يبيعون بضاعتهم باليمين الكاذب، حتى عند بعض الناس في الشركات، في الإدارات، يقولون كلام مغاير، وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي حيث حرية التعبير، كلام يقال زور، وحتى في بعض المؤسسات البرلمانية والجماعية وعود كاذبة لا يتحقق منها شيء. إيانا جميعا وشهادة الزور. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. لا داعي للصيام. إذا كنت عازم على أنك تغير الحقائق، تأكل أموال الناس بالباطل، وتسيء إلى الآخرين، وتكذب عليهم، إياك أن تصوم وأن تفطر، لأنه لن يفلح. نسأل الله أن يحفظنا جميعا. لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس الصيام عن الطعام والشراب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. اللغو والرفث. الصيام عن الطعام والشراب أمر هين وسهل، بل صحي. ثبت صحيا بأن من يصوم في رمضان جسمه يتجدد، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا تصحوا، نجدد. لكن إذا كان هذا الصيام مقرونا باللغو والرفث والفسوق والعصيان فلا داعي للصيام. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يوصي وصية ويقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك سواء.
فهذه كلها دعوات أخلاقية دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ونهانا عن الإساءة وتجنب السلوكات المنحطة، ولنتمسك بالقيم النبيلة صلى الله عليه وسلم. بعث لإتمام مكارم الأخلاق، وخير خلق دعا إليه النبي الكريم هو خلق الحياء. كان يقول لكل دين خلق، وخلق هذا الدين الحياء. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين آمين يا ربي يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدنا أيها الأحباب الكرام لنفتح خطوطنا الهاتفية واستقبال مكالماتكم. أرقامنا كالعادة 0522 88 0060، أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 0522 46 72 50، أو 51 أو 52. ونبدأ بأول مكالمة من إقليم أجدير مع للا زهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور كليبان، كي داير لاباس عليك؟ يا مرحبا بك للا زهرة. شي بخير، العائلة ياك لاباس؟ الله يطول عمرك بنتي. نشكرك بزاف على هذا البرنامج. العفو بنتي. رحمة ليك على كل الدعوات ديالك، الله يتقبل يا ربي. يا رحمن يا رحيم. عفاك الدكتور كليبان، بغيت نسولك واحد السؤال. يا مرحبا. هو دابا اختي البارح قالت لي انا حلفت على واحد الحاجه، وحلفت انها ما تمشي عند واحد المراه. نعم. ودابا خاصها تمشي ضروري تزور واحده اخرى مريضه عندها. نعم. وما عرفتش دي واش غاتمشي، وبالنسبه للي حلفت ما عرفش. نعم بنتي. عرفت واش فيها شي حاجه ولا لا؟ واخا بنتي باذن الله. الله يرحم عليك، بغيتك تدعم معنا في تيسير الامور، تيسر لنا الامور. الله يرحم عليك يا ربي يا بنتي زهره، الله يسهل لك الامور يا ربي، الله يسهل لك الجميع. الله يرحم عليك. واحد الوالدة عندي شحال هذا بغات تهضر معاك ما كيشد ليها الخط، وحتى دابا ما معاياش. الله يرحم عليك، واخا تعطيني النمره ديالك. واخا بنتي انا ندوزك السطوندار يعطوها لك. واخا بنتي زهره، حافظك الله ورعاك الله. وخير الامور باش ربي يسر لك الامور، هو كل انسان كل صباح يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. ثلاث مرات، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. هذا الدعاء وهذا الذكر إذا التزمنا به كل صباح ثلاث مرات، فإن الله جل جلاله يجعل كل عسير علينا سهل يسير. وقد علمه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لفلدة كبده فاطمة الزهراء رضي الله عنها. فابنته فاطمة حينما تزوجت من سيدنا علي بن أبي طالب، وكان رجل مضياف ويأتي بالأصحاب والأصدقاء إلى بيته، ويطلب منها أن تطبخ وتكنس وتهيئ البيت. ما عندها قدرة على تهيئة الطعام. أولا سيدنا علي كان فقير، من أين يأتي بالطعام؟ ثانيا إذا جاء بشيء من ذلك فعليها أن تطهو وتخبز وتعد. فتعبت، فالتقت بأبيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت بأن القوافل جاءت ببعض الأموال إلى بيت المال. فقالت يا أبتي، هل أمرت لي بسهم وبخادم من بيت المال؟ سهم بحال نحن في بلغتنا واحد لاغريمو، سهم من بيت المال وخادم يعينني على شؤون البيت. فقال صلى الله عليه وسلم، ألا أدلك يا فاطمة على خير من ذلك؟ قالت بلى يا أبتي. قال لها، إذا أصبحت فقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله، وفي رواية شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. وفعلا بعد أن صارت فاطمة تقول هذا الكلام، ربنا
فتح أبواب الرزق من عنده وهيئ الأسباب ويسر الأمور، فهذا مما يدعو إلى تيسير الأمور بإذن الله. بنت زهرة، جوابا على سؤالك الفقهي، أختك حلفت وأقسمت بأنها لن تزور هذه المرأة ولن تفعل ولن تفعل، هذا يسمى اليمين. اليمين إذا كانت في الشر، كأن أقول مثلا أقسم ألا أزور عائلتي، أقسم ألا أعطي فلان طعاما، أقسم ألا أفعل، إذا كان القسم والحلف على أمر فيه ضرر أو فيه شر أو يدعو إلى قطيعة رحم، فهذا ملغي لا قيمة له، لأنه يدعو إلى أشياء محرمة أصلا، فهو لا قيمة له. ومع ذلك إذا أردنا أن نكفر، فربنا أعطانا إما أن نطعم 6 مساكين، وإما أن نصوم 3 أيام، وإما أن نعتق رقبة. طبعا عتق رقبة ما بقاش في زماننا هذا، وصيام 3 أيام سهل لمن أراد أن يصومها، وخصوصا يصوم أيام البيض 13 14 15 في الشهر، فيها أجر وتواب وفيها صحة وعافية وفيها علاج وفيها كفارة. من لم يستطع فليطعم 6 مساكين. والترتيب هكذا، الترتيب يكون بالصيام أولا، ويكون بعده بالإطعام، ويكون بعده بالعتق. فنبدأ بالصيام أولا، من استطاع أن يصوم 3 أيام كفارة على هذا الحلف. فإذا لم يستطع أن يصوم فليطعم 6 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني 6 وجبات غذائية. فإن لم يجد فليعتق رقبة، وهذا كله خير بإذن الله. أما إذا كانت اليمين الغموس اللي هي محرمة، هي كنحلف على شيء قد وقع، فعلت شيئا وأقسمت أنه لم أفعل، أو قمت بعمل وأقسمت أني لم أفعل، هذا يسمى اليمين الغموس، وكأني غمست يدي في الدم والعياذ بالله، هذه تحتاج إلى توبة صدوق وخالصة لوجه الله وندم شديد، تسمى لأن فيها كذب وبهتان والعياذ بالله. فأسأل الله أن يحفظك ويرعاك للا زهرة. يبدو أن المكالمات كثيرة والخطوط كلها مشغولة، سوف نسرع لكي نمر بسرعة على مختلف المكالمات. نتحول إلى إقليم الصراغنة مع للا حبيبة. ألو، السلام عليكم. سلام، أهلا وسهلا. كيداير لاباس عليك الحاج؟ الله يبارك فيك للا حبيبة. الله يحفظك يا الحاج. يا مرحبا. الله يعطيك صحة حياتك، الله يحفظك، الله يكثر من مثالك. الله يطول عمرك لله. أنا بغيت حاجة واحدة نطلبك. الله يرحمك الوالدين. يا مرحبا. ملي تكون تصلي وملي تكون قايم الليل ما دعا لي مع ولدي. الله يعطيك الخير. لا إله إلا الله. ولدي راه عنده ورم في راسه، ودار العملية الأولى حيدوا ليه الماء. الله أكبر. وفي محمد السادس. لا إله إلا الله. ودار العملية الثانية مع كورونا ودكشي وعمروا الإنعاشات، قالوا لنا من بعده عيدوا ليه العملية. الله أكبر. وعطينا أمل ضعيف، قالنا 8%. لا إله إلا الله. واحد السيدة خط راجلي الله يجازيها بخير، هو راجلها صبرنا في الطاليان، قالوا لنا راعي دفعوا لي الوريقات، ومع هذا الشيء ديال كورونا وداك الشيء سدوا وباقي نعطينا، قالنا تاع شهر 5. لا اله الا الله. الله يرحم لك الوالدين لما دعا معنا. يا رب يا رب. هما فهاد الوريقه تمشي بعدا، تما راه الطب شويه متقدم. لا اله الا الله. والله ربي وتما ربي. ايها لله. الله قادر على كل شيء، الله يرحم لك الوالدين. لا اله الا الله. راه عزيز عليا الحاج، راك انت بحال با، راه عزيز عليا. الله يحفظك لالا حبيبه. ونط ليك. لا إله إلا الله. عيط وما كيشد لي الخط اليوم، طلبت سيدي ربي يشد لي الخط. أنا فرحتي اليوم قداش هي، اليوم عندي عيد ملي دويت معاك. الله يطول عمرك لالا، الله يحفظك. حنا ناس على قد الحال، حمدنا الله وشكرناه. لا إله إلا الله. حمدنا الله وشكرناه، حنا حمدت الله وشكرته، حنا عطانا هذا البلاء، حنا حامدين وشاكرين. لا إله إلا الله. وكان بغيت ربي يتهل وليدي يتعالج لباقي له العمر. الله يطول عمره يا ربي يا كريم. يا ربي حمزه وليدي يا ربي يا كريم. 12 عام. لا اله الا الله. دابا رجع طبيعي ورجع لي الشوف مزيان وكل شيء مزيان يا ربي يا كريم. ولكن هاد الورم عاوتاني لي ريم، خصنا نديروهم وداك الشيء ما بقيناش درناهم. الله يرحم ليك الوالدين يا ربي يا كريم. دا
ادعي سيدي ربي الله يخليك ويحفظك الله يعليك ما الله روح يعلي مقامك الله يحفظك لله حبيبة شكرا لك لله لك الشيء كثير والله العظيم كنا ما عارفين وتعلمنا الله يعطيك الخير بارك الله فيك الشريفة بارك وليداتك وخلي هذا البرنامج رفقتين الله يعطيك الخير اسمح لي العفو لله العفو الشريفة ما نقول الله يحفظك لله الله يطول عمرك شكرا لك لله حبيبة الله يخفف ما نزل الله يخفف ما نزل لا إله إلا الله فعلا أن ربما قد يكون الواقع الصحيح في بلادنا يعرف بعض الصعوبات والبعض يطمع في أن يسافر خارج أرض الوطن إلى أوروبا حيث أن القطاع الطبي يعرف واحد تقدم كبير ولكن مع جائحة الكورونا ومنع حركة المرور والسفر فيتعذر وحتى الأطباء لما قالوا لك بأن نسبة الأمل 8% هذا كلام طب وإلا فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير كلمة قلتيها لله حبيبة عظيمة قلتي الله هنا والله له الله تعالى في كل مكان الله قادر على كل شيء رغم التقدم الطبي ورغم الجهود المبذولة التي يقوم بها الأطباء والممرضين مشكورين ومشكورات ولكن علينا أن نتيقن بأن العلاج الحقيقي هو من عند المولى وفي الحديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال يا ربي المرض ممن؟ قال المرض مني قال والعلاج ممن؟ قال العلاج مني قال يا ربي وما بال الأطباء والمعالجين؟ قال أولئك قوم لا نريد أن نقطع عليهم أرزاقهم فربنا عز وجل على كل شيء قدير ولو كان نسبة الأمل 0.0% نقول هناك الأمل لماذا؟ لأن الله تعالى يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هذه قاعدة في العقيدة الإسلامية يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويقول الصالحون بأن من عنده حال حرجة مثل هذه فليقرأ هذه الآيات تسمى آيات الملك في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هذه فيها المشيئة الإلهية والقدرة الربانية الله يعطي بالأسباب وبلا أسباب وضد الأسباب ربنا لا يحكمه الأسباب والمسببات لا يحكمه منطق لا يحكمه قانون لا تحكمه علة ومعلول لأنه خالق كل شيء سبحانه على كل شيء قدير إذا دعوناه وطرق بابه ومكتنا على عتبة فضله فإن الله تعالى يريك من عجائب قدرته فاللهم يا ربي السادة المستمعين الله يجزيكم بخير هذه أختكم لله حبيبة مكلومة في فلدة كبدها راه واحد الفتحة إلى رفعناها جميعا وإحنا الآن بالألاف المؤلفة رفعناها إلى الرحمن في هذا اليوم الآخر يوم الجمعة ونحن في أواخر شعبان وعلى أبواب رمضان لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى يتقبل إنه الآن معنا يسمعنا ويرانا وربما يباهي بنا الملائكة إن كنا خالصين مخلصين فاللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم هذا الولد هذا الابن يا رحمن يا رحيم أنت الذي خلقته وأنت الذي كتبت عليه ما كتبت اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تشفيه وتعافيه ربي اشفه وعافيه رب الناس أذهب الباس رب الناس أذهب الباس رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما اللهم أزل ذلك الورم من رأسه يا ربي لا تحوجه إلى الطبيب ولا تحوجه إلى معالج ولا تحوجه إلى راق أنت طبيبه أنت معالجه أنت خالقه وأنت على كل شيء قدير يا من أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة هذا الطفل بين يديك اللهم يا رب أسعد قلب أمه وأبيه وأحبابه وذويه وأسعد قلوب المغاربة أجمعين بشفائه اشفه يا مولانا اشفه يا كريم وأزل ذلك الورم من رأسه بقدرتك
أمرك بين الكاف والنون، إذا قضيت أمرا إنما تقول له كن فيكون. اللهم ونحن في يوم الجمعة ببركة الصلاة على مولانا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم اشفه وعافه واشف يا مولانا جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف في هذا اليوم، في هذه الساعة المباركة، في هذه اللحظة المكرمة، اشف يا ربنا جميع مرضى المسلمين. اللهم من عنده وجع أو ألم أو ضر فارفع عنه ذلك الضر بقدرتك عليه يا أرحم الراحمين، إنك سميع مجيب. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. نتحول إلى ابن ملال مع للا نجوى. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أش خبارك؟ لاباس عليك؟ الله يطول عمرك بنتي نجوى. هذا نهار مبروك اللي شد لي الخط وتصلت بيك. والله يا مرحبا بك بنتي. استاذ كنسالك الدعاء، اللهم اتلفوا لي اسئله بكثره ما الفرحه مشاو لي جميع الاسئله اللي كنت غنسولهم ليك. الله يعلي مقامك بنتي نجوى، الله يصلحك. امين يا رب. المهم استاذ كنطلبك تدعي معايا باش نثبت صلاتي ونكون بارة بوالديا وما عرفتش. تبارك الله تبارك الله بنتي. أستاذ كنطلب منك الدعاء الأم ديالي باش يعطيها الله الصبر، هي تزوجات في سن صغيرة وخذت الأب ديالي كبير شوية في العمر ومرات من مشاكل عدة بحكم الأب ديالي كان زوج بمرأة أخرى وعنده أولاد أخرين وما بقاو بزاف المشاكل وما بقى عندها لا صبر لا والو. حاليا كاين شي مشاكل شي صعوبات، كنسألك الدعاء ليها وت يعطيها ربي الصبر وتكمل في العمل ديالها. يا ربي يا بنتي نجوى، يا ربي يا ربي، الله يحفظك يا بنتي نجوى. بارك الله فيك نجوى، شكرا لك يا بنتي. وسبحان الله العظيم، شوفوا هذه البنيه، هذه الشابه، يعني ملي كنسمعوا مثل هذه الكلمات نوقن بان مغربنا على خير وبان بنات المغرب صالحات مصلحات طيبات مباركات. شوف دابا هذه الشابه من اقليم بني ملال بغات دعوه، ربي سبحانه وتعالى يثبت على الصلاه، وهذا راه كلام كبير. وبغات دعوه اخرى انها تكون باره بوالديها، وهذا كلام اعظم. يعني هاد الطلبين اذا ربي عز وجل وفق نجوى اليهما صارت مثل رابعه العدويه او اكثر، صارت من الصالحات وصارت من القانتات وصارت من اهل الله وخاصته، لان الصلاه هي بينك وبين الله، وبر الوالدين هو عماد الدين، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسانا. أسأل الله سبحانه وتعالى بنت نجوى أن يزيدك يقين في يقين ويحبب إليك الصلاة. راكين بعض الناس عندهم الصلاة ثقيلة، عندهم الصلاة كتجيهم بحال شي جبل فوق ظهورهم، وهناك من لا يصلي أصلا، كيقول لك الله يهدينا سنين طويلة وبقي مازال كيقول لنا، لا يقولها من أعماق قلبه، كيقول بأطراف لسانه. فاللي حب ربي عز وجل يحبب له الصلاة، إلا حبب لك الله الصلاة غتعود واحد المحطة، بحال واحد المحطة خمس مرات في اليوم كتدخل لها باش دير الفيدونج وتعمر زيوت جديدة وتنفخ الرويد وتمسح جميع الزجاج وغيرها وتستعد للانطلاقة. هكذا هي الصلاة. ما معنى الصلاة؟ الناس يظنوها تكليف ويظنونها بأنها ثقل، بالعكس، الصلاة هي عبارة عن لله المثل الأعلى، بحال طريق سيار لطغوت، طريق سيار غادي فيه طريق طويل من الدار البيضاء لطنجة مثلا ولا من الدار البيضاء غادي الأكادير، وأكيد أن السيارة غتعب، كتقلب على محطات داخل في حدود هذه الطريق السيار، كتلقى واحد محطة ديال الوقود كتنزل كتنفخ الرويد كتعمر الليسونس كتغسل الزاج كتشرب قهيوة كتوضى ومن بعد كتشترق عن مرة ثانية. اش كيوقع للسيارة؟ كترتاح وانت كترتاح. هكذا الصلاة، الصلاة عبارة عن محطة للتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللي ما كيصليش راه كيتم غادي متعب 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 حتى كيطيح بالمرة، حتى كيتغلقوا عليه الأبواب. وأكبر عقاب كيعطيه الله عز وجل هو الاكتئاب. عنده كل شيء، عنده المال والجاه والمرتبة العليا، ولكن ما عندوش نور الإيمان، يصاب بالاكتئاب، وكتلقى دائما يجري في حلقة مفرغة.
لأنه نسي أبسط الأشياء هي الصلاة، بحال الفيدونج كتعود مرة ثانية خمس مرات في اليوم. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا يمر بباب أحدكم يغتسل فيه خمس مرات في اليوم أيبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا. فقال: كذلك الصلاة. فهنيئا لك يا بنتي نجوى، الله يبليك بالصلاة وبطاعة الوالدين، والوالدة والوليد الله تعالى رزقهم المحبة والمودة. الوالدة زوجة صغيرة والأب كبير، راه ماشي مشكل. الفارق في السن بين المرأة والرجل يكون هو كبير وهي صغيرة، أو يكون العكس، تكون هي كبيرة هو صغر منها، لا مشكل. فين كاين المشكل؟ المشكل موجود في القلب واللسان. أن يكون عندك قلب كبير ولسان حلو، هذا هو سر السعادة الزوجية، بل سر التعايش مع الناس. يكون اللي كان يكون كبير صغير، غني فقير، يساري إسلامي، يكون عنده إيديولوجي، اللي بغى يكون يكون، كلنا من آدم وآدم من تراب. المهم يكون عندك قلبا كبير ولسان حلو، احرص على أن يكون قلبك كبير ولسان حلو، وهذا من أبسط الأشياء. إذا دعوت الله قلت: يا ربي اجعل قلبي كبير واجعل لساني حلو، فإنك أينما حللت وارتحلت كدير التعايش والمحبة والمودة بين الناس، خصوصا بين الزوج والزوجة. وكان بغي نقول واحد المسألة لأزواج اللي دابا الآن ديما في نزاع. مرة واحد الصديق ديالي مخاصم مع الزوجة ديالو في صراع، وطلب مني الدخل للصلح. غير وصلت للدار وقع الانفعال على أبسط الأشياء، كيوضع الكأس كيقول لها مالكي كتنفخي، كتسد الباب مالكي على هذا الانفعال، الأولاد مقلقين. أنا شعرت بحرج وقلت في انتظار أن تسوى الأمور بلي المصحف، قلت نقرأ المصحف. ثبت لي صورة ديال العائلة مجموعين، صورة الزوج والزوجة وولدتهم. فأخذت تلك الصورة وفتحت المصحف على صورة يوسف، ووضعتها في صورة يوسف في ذاك المقطع اللي فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وضعت الصورة فيها الأم والأب والأولاد، صورة جماعية عائلية، وضعتها في قلب القرآن وانصرفت لحالي، ذهبت. بعد أسبوع صديقي هذا يقول لي مرة ثانية: لست أدري ما الذي وقع، حياتي تغيرت، صارت زوجتي تطلب مني التسامح وتطلب مني الرضا، وأنا بدوري صرت أعطف عليها وأكرم، وأولادي الصغار صاروا يتعانقون فيما بينهم، لست ما الذي وقع لي، لست أدري. فقلت له: يا أخي ببساطة، حينما دخلت إلى بيتك وجدت المصحف موضوع في مكان معين، ورأيت صورة لكم محطوطة بجانبه، فأخذتها ووضعتها في صورة يوسف، وفيها سر. صورة يوسف تعطي المحبة، من أردت أن الله تعالى يجعل في قلبك وقلبه محبة، ضع صورتك وصورته في صورة يوسف وسوف ترى العجائب. هذا الأمر أيها الأحباب الكرام لم أقله الآن إلا بعد أن تم تجريبه مرات ومرات ومرات. كان هناك ناس واقفين على الطلاق، وسبحان الله العظيم أغلق ملف الطلاق وزرع الله محبة ومودة بين أفراد الأسرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى لن نجوى أن يسعد أمك وأباك ويسعدك بهما ويجمع شملكم، اللهم أمين يا رب يا كريم. ونتحول أيها الأحباب الكرام إلى إقليم صفرو مع أخينا سيدي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد أيام أنني باش كن على خط مباشر معك. الله يطول عمرك مولاي، يا مرحبا. دكتور علي، بعض الأسئلة. نعم. قبل أن نسألك بعد الدعاء. الله يحفظك ويرعاك مولاي. أنا إحنا كان نشوف فيك واحد السمات ديال واحد رجل صالح من أولياء الله الواصلين العارفين. استغفر الله استغفر الله، الله يكبر بك مولاي، الله يعلي مقامك أخويا. الله فيك يا دكتور. السؤال الأول هو أنه مثلا حكم جواز ذكر أسماء الله الحسنى، واحد الأعداد مثلا على كما جاء بعض الطرق الصوفية على بعض المشايخ ديالنا في المغرب ولا في المشايخ ولا. نعم. يعني ما حكم ذلك؟ يعني واش جائز أو لا مع الذكر، أن مثلا في عند ذكر هذه الأسماء تحصل واحد الطمأنينة والسكينة وواحد أي نعم سيدي واحد يعني واحد إحساس لا ما يتقاش.
فعلا. وحاجه اخرى هي دكتور بالنسبه لي قاتل واحد الواقع انني هذه مده ديال 10 سنين الرسول صلى الله عليه وسلم في المنع. الله اكبر. من غير ان احدثه يعني رايت على هيئه يعني بيت اللباس المشرقي والقادم مع الايديل. لا اله الا الله. الدكتورة في المخيله ديالي لحد الان. لا اله الا الله. هذا هو الامر اللي بغيت نشارك به. اياه مولاي. نتمنى التسير ديالكم يكون في هذه الحلقه هذه ان شاء الله. يا رب يا كريم سيدي محمد، هنيئا لك هنيئا لك. بارك الله فيك. بارك الله فيك دكتور. شكرا لك سيدي محمد، شكرا لك، الله يطول عمرك، الله يحفظك، الله يرعاك، وهنيئا لك هنيئا لك. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، وهو القائل: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لأن إبليس قد ممكن يتمثل، ياما هناك بعض الصالحين وبعض الأولياء تمثل لهم إبليس في صورة شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء، وقال لهم كلام ظنوه أنه حق، وهو إبليس يتلاعب بهم. حتى إن الإمام ابن قيم الجوزية عنده كتاب معروف ضخم اسمه تلبيس إبليس، تلبيس إبليس، يقول كيف أن إبليس سهل عليه أن يغوي الطالحين، أن يغويك بشرب الخمر، أو يغويك بالفساد مع امرأة، أو يغويك بأن تسرق مالا، أو يغويك بالكذب والبهتان. هذا أمر هين على إبليس، سهل. لكن الأمر الذي يحتاج فيه إبليس إلى مجهود وهو مع الصالحين، يأتي إلى الصالحين ويغرهم، يقول له بأنك قد وصلت إلى مقام إياك نعبد وإياك نستعين، وأنك ستفعل كذا وكذا، ويعطيه رؤى منامية، ويرى إبليس في صورة إنسان ملتحي بالعمامة كذا، كأنه ولي من أولياء الله الصالحين، وقد يدله على أفكار تكون مغلوطة ومصادمة للقرآن والسنة. لهذا قال العلماء: أي رؤية مثل هذه تعرض على الكتاب والسنة، فإذا وافقها الكتاب والسنة أجزناها، وإذا خالفت كتاب الله وسنة رسوله نعتبر بأنها مجرد أضغاث أحلام، أو أنها من تلبيس إبليس. والإمام ابن القيم الجوزية كتب هذا الكتاب الضخم، سماه تلبيس إبليس. إن شاء الله إذا بقي هناك في العمر بقية سوف نتحدث عن حالات لأناس متدينين غرهم إبليس فوقعوا في المحرمات. أما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل به أبدا، من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يمكن. ومن رأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكأنه صحابي في آخر الزمان، لأن الصحبة تكون بالرؤية وبالكلام، من رآه كأنه صاحبه، ومن كلمه هذا خلاص اللي كلم النبي في المنام كأنه صار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من رآه هو مبشر بالجنة، لأن النبي الكريم لا يرى إلا لأهل الجنة، ولا يرى لأهل النار أبدا، فكلها كرامات. ومن رأى النبي الكريم هذاك وعد بإيدان عهد جديد، يعني عهده سيكون عهد فتحات وكرامات وخير عظيم. ومن أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلماء بعض الأعمال، منها أن تكثر من الصلاة عليه، أكثر من الصلاة عليه خصوصا يوم الجمعة، لأنه قال بأن صلاتكم معروضة علي وتعرض عني علي كل يوم جمعة، تعرض علي بأسمائكم وأسماء آبائكم وأمهاتكم. فمن صلى على النبي صلاة صلى الله عليه 10 ومع المواظبة قد تراه في المنام. أيضا ترى سيدنا النبي في المنام إذا أكثرت من ذكره في السيرة النبوية، إذا ذكرنا سيرته النبوية. وإن شاء الله في هذا الشهر ديال رمضان غنتكلموا كثير على النبي الكريم، عن شخصيته، عن سلوكه، عن أخلاقه، عن هديه. نكثروا منه إن شاء الله، يكون عندنا برنامج خاص اسمه من سنن هدي النبي الكريم، أو من هدي سنن الرسول، يكون خاص بمعرفة هذا النبي الأكرم اللي هو سر من أسرار الوجود. ربنا اختاره واصطفاه أن يكون إمام المرسلين وقائد الأنبياء المهجرين.
فكلما ذكرت سيرته العطرة فإن ربنا عز وجل يكرمك برؤيته. أيضا ممكن أن تقرأ سورة محمد. سورة محمد تقرأها كل ليلة فتراه إن شاء الله في المنام ويكرمك. فهنيئا لك يا أخي محمد برؤية النبي الكريم، ورؤياه حق بإذن الله. أما جوابا عن سؤالك الثاني، قضية الأذكار التي يقيمها بعض الصالحون إما في الزوايا وإما في بعض المجالس للذكر، فهذا خير عظيم. ربنا عز وجل جعل أعظم العمل هو الاجتماع لذكر الله، أعظم العمل على الإطلاق أن نجتمع على ذكر الله تعالى. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أعظم مجالس الدنيا هي مجالس الذكر، تحفها الملائكة. وأعظم الذكر تلاوة القرآن ومدارسته والتفقه في الدين. وأعظم الذكر أيضا هو الأذكار المأثورة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، تسمى غراس الجنة. غراس الجنة. دخل النبي الكريم على صحابة وجدهم يسبحون ويحمدون ويكبرون، قال هؤلاء يغرسون، إنهم يقومون بغراس الجنة. لأن سبحان الله إذا قلتها غرست لك نخلة في الجنة، ظلها يقطعه الفارس على فرسه لخمسمائة سنة، وفيها ثمار ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. حتى إن سليمان عليه السلام النبي الملك الذي أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكان على بساط الريح، وكان يتفقد أحوال الرعية، وكان هناك فلاح يذري القمح ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، فلما رفع رأسه رأى سليمان عليه السلام يطير على جناح السرعة فوق بساط الريح، فقال آه لو كان لي مثل ملك سليمان أو نصيفه. فالرياح حملت هذا الكلام إلى سيدنا سليمان، عنده الريح غدو شهر وروح شهر. فنزل سليمان إلى الرجل وقال يا هذا إن قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعظم عند الله من ملك سليمان. وهذا حقيقة ليس مبالغة، لأن ملك سليمان كم بقي؟ سيدنا سليمان عاش 52 سنة ومات وانتهى ملكه، لكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد ستكون غراس الجنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، نعيم عظيم. فهؤلاء الناس الذاكرين هنيئا لهم. إلا أن هذا العمل قد يشوبه بعض الشوائب، قد يكون هناك بعض النقصان. فبعض الصالحين يرتبون العدد، أي نعم العدد في الذكر مطلوب خصوصا إذا كان مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أذكار مأثورة بالعدد كقوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله 33 والله أكبر 33 والحمد لله 33 وختم المئة بلا إله إلا الله إلى آخر الحديث، قال ألا أدلكم على شيء إذا ما فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، تسبحون وتكبرون وتحمدون الله دبر كل صلاة 33 مرة. هذا ذكر فيه العدد. وغيره كثير، من دخل صحابي قال له يا رسول الله أدخل إلى السوق فيقع لي الغبينة، وحينما أبيع وأشتري مع الناس أتعرض للمضايقة وللتطفيف في الميزان ولا أحسن البيع والشراء وأخسر. فقال إذا دخلت السوق قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، قل 10 مرات وفي رواية 100 مرة وادخل إلى السوق ستكون عندك حماية كاملة من عند الله، ما في أحد يسرقك أو يغصبك أو أنه يعطيك بضاعة بثمن أكثر، ربنا يحفظك من كيد الكائدين، بالعكس يجعلك في يد تاجر طيب ميسر تربح معه بإذن الله. هذه أذكار مأثورة بأرقام.
لكن لاحظنا بعض المشايخ وبعض الصالحين في بعض الزوايا يضعون أعداد أخرى، تقول له هذا العدد من أين حصلت عليه؟ مثلا ما يسمى بلطيف بن حجر، أن تقوله 4444 مثلا، وهذا غيره كثير عند بعض شيوخ الزوايا والطرق، عندهم أرقام معينة. يقول لك أخبرني شيخي، وشيخك من أخبره؟ أخبره شيخه، وشيخ شيخك من أخبره؟ رأيت كذا وكذا في المنام. يكون هذا كلام هو ليس ملزما، هو على كل حال الذكر مطلوب، أن نذكر الله كثيرا. أذكروا الله ذكرا كثيرا، هكذا قال رب العزة، أذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، قال لنا قياما وقعودا وعلى جنوبكم، في جميع الحالات أذكروا الله كثيرا. لكن أن تلتزم بأعداد معينة ذكرها الشيخ معين، فهذا فيه تكليف. هو الذكر في حد ذاته مبارك، لكن هذا العدد فيه تكليف، حتى إن بعض العلماء قالوا هو بدعة، ولكن ليس بدعة، ممكن أن نقول هي بدعة إضافية، لأن هناك المحرم والبدعة الأصلية، أما الإضافية هي في الشكل والأسلوب، وقد تكون مباحة، لكن الإنسان لا ينبغي أن يبقى مع الأعداد، لأنه قد لا يخشع وقد لا يكاد يستوعب معاني الذكر، فعوض أن يتفهم أسماء الله الحسنى لما يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يستشعر اللطف، اللطف الأجنة، اللطف السمع والبصر والفؤاد، اللطف في الكون، في البحار، في الأشجار، في الحيوانات، في الأم ورضيعها، اللطف. يا لطيف يا لطيف، لما أقول يا واسع يا واسع، يا باسط يا باسط، الله واسع عليم، انظر إلى ملكوت الله ليس لها حدود، لا بداية ولا نهاية. يا باسط، أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطيك بلا عد ولا حصر خيرات منذ أن فتحنا عيوننا على الأرض في الحياة، وربنا يرزقنا طعام وشراب، إفطار وغداء وعشاء ولباس. يا باسط يا باسط يا باسط، أو هكذا يا جواد يا جواد، تطلب من الله الجود والعطاء، فقلها وأنت تتأمل في ملكوت الله. إلا أن بعض الناس يبقى مع العدد، يبقى مع العدد فلا يكاد يستوعب، وهنا يدخله النقصان. وعلى كل حال، من ألهم الذكر فقد ألهم خيرا كثيرا، ونستكفي بالأذكار المأثورة في السنة، لا داعي، لأن الشيوخ الأجلاء والأولياء المقربين ليس هو الذي يأتي بأذكار جديدة وأرقام جديدة، بل هو الذي يدلك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأن ما معنى الأولياء؟ ما معنى الصالحين؟ هم الدالين على الله. الولي لا يدعو إلى نفسه، هو يدعو إلى الله ويدلك على الله، لأنه صار قريبا من المولى. بحال قلتي مونيتور في أي قطاع، تعليم السياقة، تعليم السباحة، في أي قطاع يكون واحد الخبير عنده خبرة ومهارة يدلك على حسن الصنعة. كذلك الأولياء والصلحاء دورهم يدلون على الله. وفي سنة رسول الله ما يكفينا، لا نحتاج إلى أن نبحث عن تيار كذا وطريق كذا ومنهج كذا، نستكفي بما في سنة رسول الله. والأذكار كثيرة، وخصوصا الأسماء الله الحسنى. ربنا عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا الله يا الله، يا من تسبح له السماوات بنجومها وأبراجها، يا الله يا الله، يا من تسبح له الأرض بسهولها وفجاجها، يا الله يا الله، يا من تسبح له البحار بأمواجها والجبال بقممها والأشجار بفروعها وثمارها، يا الله يا الله، يا من تسبح له الطيور والأنعام في وكناتها، يا الله يا الله، سبحانك إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم يا رب في هذه الساعة المباركة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته،
ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا سالما غانما رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم يا رب العالمين قونا في ديننا وأعنا على قضاء ديننا. اللهم اجعل يقيننا بك يقينا من كل شر، وإيماننا بك يهدينا إلى كل خير، ورجاؤنا فيك يحفظنا من كل ضر. نعوذ بك يا رب العالمين من كل سوء ومن كل مصيبة ومن كل بلية. اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم. قولوا معنا جميعا آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.